4 سنوات مضت على مشروع محطات المياه المتنقلة. كان التحدي الأول للمشروع الحفاظ على الآلات واستمرار عملها. مشروعنا ما يزال قائماً وتطور بشكل كبير، وأصبح العمل فيه أكثر سهولة ويسراً بسبب تأهيل الكوادر من أهلنا اللاجئين. فمعظم المشاريع الصناعية توقفت في ظل ظروف الحرب، سواء بسبب نقص الكوادر أو قطع الغيار. اليوم يستفيد من محطاتنا أكثر من 1,000,000 مهجر على امتداد المخيمات في المناطق المحاذية للحدود التركية. إن فرحة أطفال المخيمات بهذا الماء النقي تعطينا أملاً ودافعاً لنحافظ على هذا المشروع بدعم أهل الخير الطيبين ومؤسساتهم الخيرية الرائدة.